أعزائي المشاهدين، أقدم لكم هذه العلبة الكهربائية متعددة الخدمات والتي تساعدنا في أعمال كثيرة، وبها تستطيعون أن تشغلوا أي آلة تعمل بالكهرباء، آلية أو نصف آلية. أعزائي، كما تشاهدون في هذا الفيديو، وهي تحتوي على تقنيات مختلفة، ولقد اخترعتها وصنعتها لتسهيل أعمالي. أعزائي، لن أطيل عليكم في شرحها، وسوف ترونها مستقبلا وهي تؤدي وظيفتها. أرجو أن تنال إعجابكم ورضاكم، وانتظروا مني الجديد بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.